في عند حضرتك التسوية في سوريا، واحنا بنقول انه الحوار هو الحل الوحيد ليها، وده موقف الدولة المصرية الدائم، مفيش تفاهمات. صحيح كل الاطراف بتواصل الحرب لفرض واقع تفاوضي محدد على الارض، هل يبقى الرئيس بشار الاسد في معادلة المرحلة الانتقالية ام لا؟ هي دي المنطقة اللي واقفة عندها، وبالتالي الحرب مستمرة لفرض واقع على الارض. مين يكسب اكبر كم من الارض في سوريا علشان لما يقعد على مائدة التفاوض يكون عنده أوراق تفاوضية كبيرة ومهمة؟ طيب لما تتكلم عن ليبيا، ليبيا ومصر كما اتفقنا بتدعم الهياكل الوطنية للدول الوطنية، حضرتك لما تبص هتلاقي تحت يعني دي خريطة، خلينا نقول بس ايه، المجموعات المسلحة المتنازعة هي دي مش تقسيمتهم، لانه الاسماء بتاعة المجموعات المسلحة مختلفة. هتلاقي عندك فجر ليبيا دي اللي هي عاملة ازعرينا، واخدة المنطقة الغربية من اول سرت، خد بالك واخدة من سرت اهو، وراها مصراتة الخمس وطرابلس باتجاه الغرب للحدود التونسية، وطبعا معاها منطقة الزنتان والعزيزية وهذه المسائل، وطبعا لحد سابها في المنطقة اللي هي في الجنوب. عندك يعني مجموعات أخرى، لو احنا بصينا على الشريط اللي عامل زي اللسان ده اللي هو لونه برتقالي، هو مش قصة مسلحين، ولكن دول يعني جزء من المكون الليبي الرئيسي، وهم الأمازيغ الموجودين في المغرب العربي كله كمكون موجود في هذه الدولة. اللافت للنظر انه المنطقة اللي متلونة باللون الأخضر دي القوات المسلحة الليبية اللي هي تتبع الفريق خليفة حفتر، وطبعا دي ما كانتش المناطق اللي هو بيسيطر عليها لفترة طويلة، خد بالك انه في مناطق سودة، المناطق السودة دي عليها مشاكل كبيرة. عندك المناطق اللي متسيطر عليها كويس طبرق ودرنة والبيضة، وعندك بنغازي الامور فيها برضو ما بين هذا وذاك، راس لانوف اللي هي المنطقة اللي مليانة ثروات نفطية ليبية بشكل اساسي، وعندك منطقة جدابيا، وجدابيا كمان هي منطقة مركزية لما يسمى بالنهر الصناعي العظيم في ليبيا، اللي هي بتاخد المياه الجوفية وبتمد بيها السكان في ليبيا. الجنوب وجنوب الغربي كلها مناطق تسكنها يعني عرقيات وطوارج من ناحية، ومجموعة التابو العرقية مسألة تانية. إذا العملية متفجرة الحقيقة. أسامي لو دخلت بقى في أسامي المجموعات المسلحة، المجموعات المسلحة دي يعني مختلفة كتير جدا ومتكررة ومختلفة ومتنافرة، وكل واحد معاه كام بندقية واخد له حتة وعامل فيها سبع رجالة. أنا معايا على الهاتف العميد محمود محي الدين عضو مجلس النواب المصري، وهيشرح لنا اكتر هذه التركيبة اللي هي تركيبة جهنمية موجودة على الارض في ليبيا، بنحاول من اطار التنسيق ما بين كافة الفرق السياسية الليبية الداعية، يعني اللي هي السياسية وليست الميليشيات المسلحة والاطياف الارهابية والتواجد الداعشي هناك. سيادة العميد اهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. لما بنتكلم عن هذه الفوضى التسليحية وانتشار الميليشيات رغم الجهود الجبارة اللي بتبذل لتقريب وجهات النظر ما بين مثلا حكومة الوفاق الليبي مع القوات المسلحة الليبية بقيادة الفريق خليفة حفتر، في ظل وجود كل هذه المجموعات المسلحة المتنافرة والمتصارعة واللي كل واحد فيها عامل عنده دولة داخل الدولة، نقول ايه؟ نقول طبعا ان حضرتك بصراحة يعني بالخريطة اللي حضرتك عرضتها والشرح اللي حضرتك قلته، انت حطيت حضرتك عملية تشريحية للموقف الداخلي في ليبيا، ولكن الحمد لله المرحلة اللي احنا بنمر بيها دلوقتي مرحلة مختلفة تماما عن بدايات ما بعد القذافي.
خلينا اشرح لحضرتك النقطه اللي احنا حضرتك مهشرها بالعلامات الخضراء ديت. النقطه دي اللي هي منطقه بنغازي، اللي هي منطقه شرق ليبيا. منطقه شرق ليبيا حضرتك كانت بتسيطر عليها الجماعات المنتميه الى تنظيم القاعده بصوره مباشره، اللي هي انصار الشريعه بالدرجه الاولى وكتيبه شهداء ابو سليم. المجموعات ده هي حضرتك كانت يعني مفترض ان هي هتحكم هذه الشريحه، على اعتبار ان مخطط التقسيم الدولي والاقليمي لليبيا كان ان هو هيبقى ثلاث ولايات في ليبيا، اللي هي ولايه بنغازي، ولايه طرابلس، والمنطقه الجنوبيه اللي هي فيها القبائل التبو والامازيغ اللي موجودين في المنطقه الجنوبيه. الوضع الحالي حضرتك اللي هشرته باللون الاخضر ده يعود الفضل فيه الى الجيش الوطني الليبي، اللي هو استطاع ان هو يكسر شوكه تنظيم القاعده او انصار الشريعه المنتميه لتنظيم القاعده، وكمان كتيبه ابو سليم، وقدر يعمل حاجه مهمه جدا يا استاذ عمرو منتهى الخطوره، اللي هو المثلث الاساسي، مثلث الذهب، اللي هو المثلث بتاع البريجا اجابيا سرت راس لانوف، اللي هو مثلث الهلال، وهو ده اللي بيسيطر على هذا المثلث. الهلال النفطي في ليبيا، اللي بيسيطر على الهلال النفطي في ليبيا حضرتك منطقه البريجا لسرت وطبعا راس لانوف. راس لانوف احنا في مرحله من المراحل كان في واحد اسمه ابراهيم الجدران. ابراهيم الجدران ده كان شخصيه انفصاليه برضه، وكان هو نقيب في الجيش الوطني الليبي سابقا، ثم عمل مجموعه كده اسمها مجموعه حمايه النفط او مجموعه القوات اللي بتحمي يعني ابار النفط ومسارها، وقدر ان هو كمان يبقى له تفاهمات دوليه بان هو الحرس المنشآت النفطيه اللي هو بيشتغل بمعزل عن الدوله، وبيعتبر ان دي ملكيه خاصه ليه او اماره خاصه ليه. نجح الجيش الوطني الليبي بدعم عربي، خلينا اكون واضح وصريح، لان كان لا يمكن ان الدوله المصريه او المجموعه العربيه تصمت على ما يحدث في منطقه شرق ليبيا، لانها متاخمه تماما للحدود المصريه، وهيكون لها تهديد مباشر للدوله المصريه في حدود المنطقه الغربيه. المنطقه الغربيه ما بيننا وبين الجانب الليبي 1200 كيلو يا استاذ عمرو. في عندنا قيادتين عسكريتين بيشتغلوا في المنطقه ديت، قياده المنطقه الغربيه العسكريه وقياده المنطقه الجنوبيه، بالاضافه الى عدد من كتائب قوات حرس الحدود المقاتله اللي منتشره في هذه المنطقه، لان التاثير هنا هيبقى تاثير خطير جدا وتاثير مزدوج. تاثير في المنطقه الشماليه من الحدود، وده هيبقى تاثير على منطقه الساحل الشمالي بالنسبه لنا، والساحل الاهم بالنسبه لنا اللي فيه مستقبل مصر، والمنطقه الجنوبيه كمان، كنا هنخش في اشتباك عنيف جدا في تشابك المصالح او التهديد اللي هيبقى في المثلث اللي هو ما بين مصر والسودان وليبيا، وبالتالي منطقه تشاد. ده خطوره الموضوع، عشان كده دعمنا للجيش الوطني الليبي ده كان هدف استراتيجي بالنسبه للدوله المصريه. لو انتقلنا للمنطقه حضرتك اللي اشرت اليها، اللي هي منطقه طرابلس والمناطق المحيطه بيها، اللي هي التركيز الاساسي من بعد سرت مصراته الخمس طرابلس، كل المناطق دي طبعا، كل المناطق دي حضرتك خضعت لما يسمى ميليشيات الدروع. وميليشيات الدروع حضرتك بالاساس هي بتتبع، يعتبر هي الجناح المثلث للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين في منطقه ليبيا. وهذه قياده ميليشيات الدروع كان لديها علاقات وما زالت لها علاقات بالدوله التركيه بصوره مباشره، بدوله قطر بصوره مباشره. في مرحله من المراحل حاولت دوله قطر ان هي تدعمهم بالسلاح من خلال منطقه السودان. في واحد مشهور جدا معروف، ده غير اللي كان بيجي من تركيا بالمراكب وينزل في الساحل الشمالي وغيره وبيتسلل. هو تركيا، احنا برضو عايز اقول لحضرتك احنا حجمنا عملية الانزال من تركيا، بسبب لان تزامن في المرحلة ديت هو نشاط الهجرة غير الشرعية نتيجة سقوط الدولة الليبية. نشاط الهجرة غير الشرعية دعا الاتحاد الاوروبي وقوات حلف الناتو ان هي تشارك بعض الدول الاقليمية ومنها مصر في عملية حماية الحدود البحرية، تسمى هذه العملية بالعملية صوفيا 1، ثم صوفيا 2 حاليا اللي هي شغالة، بتفاهمات دولية وتفاهمات إقليمية. فبدأت تركيا وقطر يبقوا مكشوفين في حالة الإنزال من خلال البحر، خاصة إن بدأت البحرية الليبية تحت قيادة المشير خليفة حفتر يبقى لها نشاط في منطقة البحر المتوسط. فلجأوا لعملية الإمداد في بعض المطارات في منطقة الكفرة ومنطقة الجنوبية القادمة من السودان، ولكن استطاعت القوات المسلحه الليبيه ان هي تامن هذه المنطقه ايضا بالتعاون مع دول عربيه ودول اقليميه في كشف هذا النشاط تحديدا. النقطه الاهم حضرتك هو عمليه التحول اللي الدروع، وعمليه الحروب الطاحنه اللي كانت بتتم في هذه المنطقه، وما تمخض عنها
في عملية سياسية ان هم يجملوا شكلهم ويجملوا هذه الصور. وحضرتك انا بقول لحضرتك احد امراء الحرب في ليبيا عبد الحكيم بالحاج ده كان قائد وامير للجماعة الليبية المقاتلة التي بتتبع تنظيم القاعدة منذ عام 87 وعام 86. وعايز اقول لحضرتك ان هو حاليا متواجد على الاراضي التركية، وفي اشكالية ان هو طالب اللجوء السياسي ولم يعطي اللجوء السياسي، واصبحت النهاردة ازمة داخل تركيا، لان في حالة اعطائه اللجوء السياسي فهتبقى تركيا هتوصم رسميا ودوليا بدعم الارهاب وتقديم الغطاء للارهابيين وتقديم الغطاء للارهابيين. يعني ده موضوع في طيب، فالنهارده يكون الحوار مع رئيس الوزراء التونسي على التنسيق في عمليه الدخول والخروج والتسلل والتنسيق في هذا الامور، والمفاوضات السياسيه ما بين حكومه الوفاق وما بين القوات المسلحة الليبية لتوحيد الجهود وإعادة صياغة العملية السياسية في ليبيا اللي بتجمع الناس اللي هي فعلا بتعمل بالسياسة واللي عايزة البلد تقف على رجليها واللي ما هياش بتحمل سلاح وأيديها ملطخة. هو النهاردة احنا عندنا حكومة فايز السراج اللي موجودة في طرابلس، وهي دي عليها توافق دولي وعليها توافق اقليمي، ومصر من الدول اللي بموجب اتفاق الصخيرات طبعا بموجب اتفاق السخيرات. فهي النهارده عندنا مشكلات ان احنا ازاي ندمج الجيش الوطني الليبي مع مجلس النواب اللي موجود في منطقه شرق ليبيا، المستشار عقيلة صالح ان هو رئيس المجلس، ازاي ندمج كل المجموعات دهيت في مفهوم ما يسمى الدوله الوطنيه. والمرحله اللي تمت النهارده والتفاهمات اللي بتتم النهارده، احنا كده بنتكلم على المرحله الثالثه في عمليه مواجهه الارهاب، والمرحله الثالثه دي انا بسميها هي مرحله التعاون المشترك ما بين الدول الاقليميه. ودي نقطة في منتهى الأهمية يا أستاذ عمرو، لأن الدولة التونسية لم تستطيع بقدرتها منفردة أن تواجه الإرهاب، ومنذ تولي يعني حتى القائد السيسي رئاسة الحكومة أعلنت التفاهمات ما بين الدولة التونسية طيب. سيادة العميد دقيقة واحدة من فضل حضرتك. سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق على الهواء مباشرة، نستكمل بعدهم. والله يعني انا مش عارف اقول ايه، ده اللي كنا بنقوله لسه من دقائق قليلة، انه كل هذا اللغط حول موضوع سعد الحريري، هل اجبر على الاستقالة، كتب الاستقالة ولا كتبت له الاستقالة واكره على قراءتها، محتجز غير محتجز، اجابات واضحة وصريحة. قال لك انا قاعد بأمن نفسي الاول علشان احمي اللبنانيين، لازم اشوف فريق الحماية بتاعي وإذا كان في اختراقات حواليا ولا لا، عائلتي معي بإرادتي، الموضوع مش هيستغرق للعودة إلى لبنان مسألة أسابيع، هي مسألة أيام، المسألة مسألة الترتيب وإعادة النظر فيما يجري. هل السعودية الجديدة هي اللي بتقرع طبول الحرب؟ قال لها قولا واحدا فصلا، مفيش رغبة سعودية للحرب في لبنان، وأنه لن يسمح بالحرب بالوكالة عن المذاهب والأطياف وما أشبه على الأرض اللبنانية. أنه قال لها خلينا عاقلين لما قالوا أنه السعودية بتنسق مع إسرائيل لضربة في لبنان، قال لها في فريق لبناني موجود في اليمن وفي غير اليمن عامل مشاكل كبيرة وصواريخ بتضرب، وبالتالي في حالة غضب داخل السعودية من هذا الفريق اللبناني، ولكن الأمور يجب أن توضع في نصابها. تاني هنحط هذه القصة بوضوح إلى جوار قصة جولة وزير الخارجية المصري سامح شكري في 5 دول خليجية والأردن في هذا الإطار، لأنه اللي بيتقال كلام مهم. تاني في مشكلة قايمة على أساس طائفي وفق ما يقوله الرئيس سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، وهذه المسألة يجب أن تحل بهدوء. هو مش آمن على نفسه، كل هذه الأمور في نفس اللحظة اللي احنا كنا بنقول فيها أن كل هذه التكهنات كل هذه المشكلات يجب أن تحل بأنه سعد الحريري يطلع يتكلم وهو على الهوى في تلفزيون المستقبل اللي هو بيملكه في لبنان. وأنا بكمل مع سيادة العميد محمود محي الدين عضو مجلس النواب، سمع معايا جزء من الحوار هيعلق على هذا الكلام اللي قاله سعد الحريري. تفضل سيادة العميد. أعتقد أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري حط النقط على الحروف فيما يخص استقالته وأسباب استقالته والإجراءات
التي واكبت هذه الاستقالة. ويمكن حضرتك يا أستاذ عمرو لازم نحط المواطنين بتوعنا والشعب المصري بتاعنا في الصورة الكاملة، إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الدعايات بأنه أجبر على الاستقالة وأنه قيد الإقامة الجبرية، كل الكلام ده احنا كنا بنشوفه أو بنسمعه وبنستغرب، ليس هكذا تدار الأمور في الدول. رئيس الوزراء اللبناني فعلا هو تعرض لضغط شديد جدا المرحلة اللي فاتت، تعرض لضغط شديد متعلق بعدم قدرته على سيطرة الحكومة اللبنانية على أحد الفصائل المتواجدة داخل الدولة اللبنانية أو مشاركة في الحكم سواء في مجلس النواب أو لها وزراء في الحكومة، وتقاتل على الأراضي السورية دون رادع ودون إذن من الحكومة اللبنانية بصورة مباشرة. نحن في نهايات الحروب المتفجرة في منطقة الشرق الأوسط عقب ما يسمى الربيع العربي، وفي نهايات الحروب وهي تضع أوزارها يا أستاذ عمرو، هناك عملية كبيرة ستتم من عمليات التصفية والاغتيالات وتصفية الحسابات، خاصة وأنه ظهر جليا أن الدولة الروسية متمسكة إلى ما لا نهاية بوجود بشار الأسد في سدة الحكم، وبالتالي ستقوى الأزرع الحليفة معه في هذا الإطار، وعلى رأسها طبعا حزب الله اللبناني. فيما يتعلق برؤية الدول الإقليمية لطبيعة الصراع وأبرزها المملكة العربية السعودية ومصر ودول كمان اللي زي يعني الدول اللي عايز أقول اللي هي يعني أكثر يعني اتزانا أو وسطا، عايز أقول زي الأردن، عايز أقول زي الإمارات، عايز أقول زي مجموعة خليج عدا قطر طبعا بكل تأكيد، هي لديها مصلحة كبيرة في أن يحدث استقرار وأن لا يتم تفتيت هذه الدول خلال هذه المرحلة. احنا شايفين الصراع اللي بيتم على سبيل المثال ما بين روسيا وما بين أمريكا في منطقة البوكمال، يعني عملية رسم الحدود الفيدرالية، وحضرتك نحط تحتها عدة خطوط لأن الفيدرالية أو الفدرالة هي مقدمة للانفصال، والتجربة الكردية ماثلة في الأذهان. عقب حرب 2003 في العراق وضع الدستور العراقي ليكون فيدرالي، ودينا شايفين النتيجة أن أوصال الدولة العراقية أدت تتفتت. لكن تصرفات الحكومة المركزية في بغداد في هذا الإطار ماشية بعقل شديد، وأنا شايف أنها يعني الأمور إن شاء الله هيكون دي نهايات طرق وبدايات طرق في هذا العام الجديد عام 2018. سيادة العميد محمود محي الدين أنا آسف لأني بقطعك، شكرا جزيلا لحضرتك، ونقول كلمتين تاني. ابتدينا الحلقة والهاجس الأساسي هو كل ما يقال وطبول الحرب التي تقرع فوق لبنان وعلى الأرض اللبنانية والتهديد بحرب هناك، الاتهامات بأن السعودية بتنسق مع إسرائيل لضرب حزب الله، ونحن نعلم الموقف الإسرائيلي الأساسي من إيران منذ وخاصة فيما يخص البرنامج النووي الإيراني ورفضها للاتفاقات اللي وافق عليها حكومة أوباما والاتحاد الأوروبي في الاتفاقات التي تمت في 5+1، واللي النهاردة جاي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبيرفضها وشايف إنه ده اتفاق ما كان يجب أن يحدث في أي لحظة من اللحظات. إذن نحن أمام مشهد واضح، ربما إسرائيل تلعب بأسماء دول أخرى، ولكن من غير المنطقي إنه دولة زي إسرائيل. الحريري قال حينما قلنا لن يحل المسألة إلا أن يتحدث الحريري، خرج الحديث الحريري وتحدث، أنا حر، أنا قاعد بأمن نفسي، بدرس الأمن اللي حواليا، بتأكد أن ما فيش عندي اختراقات، أنا هرجع لبنان في خلال أيام، عائلتي معي بإرادتي، مش عايز أعرضها لنفس المشكلة، هناك فريق لبناني يمارس أعمال تحرج الحكومة اللبنانية وتؤدي للضغط على الحكومة اللبنانية، حماية جميع اللبنانيين بكل أطيافهم هي مسؤوليته الشخصية، فلا يمكن أن يحمي هؤلاء اللبنانيين من دون أن يحمي نفسه أولا. وإنه قال إن الملك سلمان بيعتبره زي ابنه وولي العهد محمد بن سلمان، وإنه السعودية لا يعني معنية جدا باستقرار لبنان وحريات في لبنان والاقتصاد اللبناني بما لا يدع مجالا للشك. هذه اللحظة في جلاء للصورة، والحوار كان واضح وبما فيها الأسئلة اللي هي النقدية الصعبة التي وجهتها المذيعة إلى سعد الحريري. على الأقل الآن هناك رد، لننتظر ردود الفعل غدا بإذن الله. فاصل ثم نواصل.